السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم العامة الصف الرابع الابتدائي. هيا بنا طالباتي نستمع إلى رؤية مدرستنا العزيزة. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا: غسل وتعقيم اليدين، الحفاظ على مسافة آمنة، يمنع مشاركة الطعام، ويمنع مشاركة الأدوات. القيمة الشهرية لهذا الشهر المشاركة، أما القيمة الأسبوعية لهذا الأسبوع الكرم. الوحدة الخامسة الصوت والسمع. كيف تصدر الأصوات؟ عن طريق الاهتزاز. كيف يصدر صوت الإنسان؟ عن طريق اهتزاز الحبال الصوتية. ما المقصود بشدة الصوت؟ هي خاصية الصوت التي تميز بين الصوت العالي والصوت المنخفض. ماذا يحدث عند الطرق بقوة على غشاء طبلة مشدود؟ يصدر صوت عالي. ما الصوت الناتج عند النقر على أوتار الجيتار القصيرة؟ صوت حاد. ماذا يحدث عند النقر بلطف على شريط مطاطي مشدود على صندوق؟ صوت منخفض. لماذا يصدر صوت عند طرق شوكة رنانة؟ بسبب اهتزاز الشوكة فتهتز معها جزيئات الهواء. ماذا يحدث عند طرق الشوكة الرنانة بقوة؟ يصبح اهتزازها قوي، وهذا يعني أن صوتها عالي. هيا بنا نصنف مصادر الصوت حسب جدول التصنيف إلى صوت حاد وصوت غليظ. فصوت المرأة صوت حاد، والطفل أيضا صوته حاد، والصرخة، أما الأسد والرجل صوتهم غليظ. هيا بنا عزيزتي الطالبة فلندرس هذا الجدول ثم نجيب عن الأسئلة. كما نرى في هذا الجدول مصادر للصوت المختلفة وأكبر مسافة بعيدة عن مصدر الصوت الذي لا أزال أستطيع سماعه. إذا دقات الساعة أبعد مسافة عنها وأستطيع أن أسمعها 3 متر، أيضا ارتطام حجر بالأرض 10 متر، قرع الجرس 40 متر، نقر الأصابع 6 متر، منبه يرن 33 متر، حديث شخص 8 أمتار. إذا هيا بنا نجاوب على هذه الأسئلة. أي مصادر الصوت يمكن سماعها من مسافة قصيرة؟ أحسنتي، دقات الساعة. أي مصادر الصوت يمكن سماعها من مسافة بعيدة؟ أبعد مسافة كانت قرع الجرس. ماذا يحدث لشدة الصوت عند الابتعاد عن مصدر الصوت؟ أحسنتي، كلما ابتعدنا عن مصدر الصوت تقل شدة الصوت. ماذا يحدث إذا لمست شوكة رنانة الماء؟ نعم، يهتز الماء وتتكون موجات. لماذا لا نسمع الصوت في الفضاء أو الفراغ؟ لأنه لا يوجد به جسيمات فلا ينتقل الصوت في الفضاء أو الفراغ. قارن بين الصوت الموجه والصوت نفسه في الفضاء المفتوح. تكون شدة الصوت الموجه أعلى من الصوت العادي في الفضاء المفتوح.
هاجر بإجراء استقصاء للتوصل إلى كيفية انتقال الصوت في وسط مندي. هيا بنا نلاحظ الشكل الآتي ثم نجيب عن الأسئلة. السؤال الأول: ماذا يحدث عند تفريغ الهواء من الناقوس؟ لا نستطيع أن نسمع صوت المنبه. ماذا يحدث عندما يسمح للهواء بالعودة إلى الناقوس؟ نستطيع أن نسمع صوت المنبه مرة أخرى. اذكري الأوساط التي ينتقل فيها الصوت: المواد الصلبة والسائلة والغازية. أيهما أسرع في انتقال الصوت، المواد الصلبة أم السائلة أم الغازية؟ يكون الصوت أسرع في المواد الصلبة، ثم يلي المواد السائلة، ثم آخراً المواد الغازية. هل نسمع الأصوات في الفراغ أو الفضاء؟ لا نسمع الأصوات في الفراغ، لأن اتفقنا سابقاً عزيزتي الطالبة أن الفراغ لا يوجد به جسيمات تهتز. هيا بنا ندرس هذا الشكل كما نراه. ما مصدر الصوت في الشكل السابق؟ كما نرى مصدر الصوت المنبه. كيف ينتقل الصوت من مصدره؟ عبر الهواء. أي الأشخاص يسمع صوت المنبه أعلى؟ بالتأكيد إنه محمد. هيا بنا ندرس هذا الرسم البياني الذي يمثل سرعة انتقال الصوت في المواد المختلفة. كما نرى سرعة الصوت في الطحين والزيت والهواء والورق المجعد والماء. أي المواد ينتقل فيها الصوت بشكل أعلى؟ لدينا هنا الطحين والورق المجعد لأنهم أوساط صلبة. أي المواد ينتقل فيها الصوت بشكل أقل؟ بالتأكيد إنه الهواء لأنه مادة غازية. إذن لقد انتهى درسنا عزيزتي الطالبة لهذا اليوم. إلى اللقاء في درس قادم بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.